أنه يوجد للأسف بعض المنسوبين للمنهج السلفي يتعاملون مع الشباب وكأنهم حكام وكأنهم ولاة أمر، يتابعونهم، يلاحقونهم، يحاسبونهم، يتهددونهم، يجمعون عليهم كما مر معنا سابقا. هذا خطأ، هذا أمر لولي الأمر، هو المسؤول عن هذا الشيء. أما أنت فليس لك ذلك، بل حتى العالم ليس له ذلك. العالم يبين الحق فإن قبل منه وإلا فلا يلزمه أن يلزم الناس بالحق إلا إن كان من باب القضاة والعلماء الذين أمرهم ولي الأمر بمثل هذا الأمر، فهم ينوبون عن ولي الأمر. أما العالم الذي ليس بقاض وليس بوكيل ونائب عن ولي الأمر لا يتدخل في هذه الأمور، ولذلك هذا خطأ سرى وتفشى عند بعض المنتسبين للمنهج السلفي، حتى وللأسف عند بعض العلماء. خطأ ليس صوابا. أرأيت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار العالم على ولي الأمر كيف يكون؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانية، يعني لا ينكر عليه أمام الناس، لا ينكر عليه بالكتابات في الإنترنت والفيسبوك والواتساب ومواقع المنتديات، ولكن ليأخذ بيده، أي يأخذ العالم بيد الحاكم وليخلو به، يطلب منه جلسة خاصة ولينصح، يعني فليبين له الحق بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فإن قبل منه، أي فإن أخذ عنه الحاكم ونفذ ما طلب منه العالم فذاك، يعني ذاك الخير. وإلا يعني وإن لم يقبل الحاكم قول العالم فيكون العالم قد أدى الذي عليه. ليس للعالم سلطة على الحاكم، ليس للعالم سلطة على الحاكم. فإذا ما سمع الحاكم كلام العالم على العالم أن يسكت وأن يصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا يخرج يقول نصحت ونصحت ولم يستجيبوا. هذا خطأ، هذا من التشهير بولاة الأمر كما قاله الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره. فإذا العالم ليس له سلطة على الحاكم، العالم من رعية الحاكم. ولذلك ما قد نسمعه أو نراه من تنزيل بعض الشباب للعلماء أو بعض العلماء تنزيلهم أنفسهم منزلة الحاكم، هذا خطأ. ولو قال به فلان أو فلان هذا خطأ، مخالف للسنة ومخالف لمنهج السلف الصالح. ووجدنا هؤلاء الشباب الذين هم تحت بعض العلماء يتصرفون كذلك وكأنهم من ولاة الأمر، فيأمرون ويتهددون ويحذرون من السلفيين لأنهم لا يسمعون كلامهم إلى آخره. فلا شك أن هذا مزلق خطير. وكذلك من هذا الباب ومن الأدلة الواضحات على هذا الباب المجالس السرية التي يجتمع فيها بعضهم لإصدار فتاوى تتعلق بالدماء وتتعلق بحمل السلاح، وفتاوى تتعلق بأمر العامة دون الرجوع لولي الأمر من الحكام. العالم لا دخل له في هذه الأبواب. إن كان عنده كلام العالم في هذا الباب يبلغه لولاة الأمر، وولاة الأمر هم ينظرون. ويذكر عن مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى أنه جاءه بعض الشباب من بعض البلاد يستفتونه في أمر القتال والسلاح، فقال لهم، هو مفتي عام المملكة، فقال لهم وتأملوا إلى جوابه: هذا الأمر ليس لي، يعني لم يخولني ولي الأمر النظر في هذه الأمور، ولكن
على المسؤولين عندكم في تلك البلاد أن يراسلوا المسؤولين عندنا في هذه البلاد، يعني إلى ولاة أمرنا، وولاة أمرنا يحولون المسألة والقضية إلينا، يعني هيئة كبار العلماء، ونحن ننظر فيها ثم نرجعها لولاة أمرنا، وولاة أمرنا يخاطبون ولاة الأمر في بلدكم. هذا هو التسلسل الصحيح المنهجي الذي لا فوضى فيه ولا تدخل فيه في أمور المسلمين في الداخل أو الخارج. فأمر الجهاد وأمر القتال وأمر السلاح وأمر العامة ليس لأحد الرعية، ولو كانوا علماء ولو كانوا أئمة وجبالا في العلم، ليس هذا لهم، إنما هو للحكام. هذه هي السنة التي تدل عليها نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم، أخطأ بعض علمائنا في هذا الباب، نلتمس له العذر، أخطأ، لكن لا يتابع على الخطأ، وهذه هي زلة العالم التي نهى عنها عمر وحذر منها عمر رضي الله عنه. فالواجب على السلفي أن لا يجعل المنهج السلفي قول فلان وعمل فلان، هذا خطأ. إنما المنهج السلفي ما قام على الدليل من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. احذروا بارك الله فيكم من هذه الفتن، فإن تنزيل العالم منزلة الحاكم سبيل للخروج على ولاة الأمر، فإن تنزيل العالم منزلة الحاكم مسلك خارجي. على السلفي أن يبتعد عنه، ونقول هذا الأمر ونصرح به، لأنه الحق. العلماء دورهم يبينون الحق، ولكن قضية إلزام الناس به وقضية التدخل في هذه الأمور لا، ليس لهم إلا إن كان ولي الأمر خولهم وأعطاهم الصلاحية في هذا الباب. ولذلك أيضا من الأخطاء في هذا الأمر، لا يجوز للعالم أن يؤمر أميرا في بعض البلاد، أو أن يكون للعالم نواب في بعض البلاد، لا، هذا خطأ. أنت عالم، لا تتجاوز قدرك ودعوتك. أنت عالم، ما أنت رجل سياسي. أنت عالم تعلم الناس دينهم، لا أنك تتدخل فيهم وتتدخل في صلاحية ولاة الأمر. يا إخواني، هذه السنة التي يجب على كل واحد منا أن يفهمها وأن يعرفها معرفة تامة، وهذا الذي عليه أهل العلم يقررونه في كتبهم، أن هذا من صلاحيات ولاة الأمر، وأنه ليس للعلماء أن يتقدموا على ولاة الأمر. أما أن يقال بأن العالم فوق الحاكم، وأن العالم يأمر الحاكم وإلى آخره، نعم هو يبين له، لكن ليس له عليه سلطة، فإن قبل وإلا كان أدى الذي عليه. فبارك الله فيكم، هذا أمر أحببت أن أنبه عليه وأن أذكر به نفسي وإخواني، لأننا نجد بعض الفتن قد دخلت من هذا الباب، تسلطوا على الشباب وفرقوهم وحزبوهم من سنوات عدة. ليست التفرقة للسلفيين في هذه الأيام كما يزعمه بعضهم، لا، وإنما من سنوات، وهم يلاحقون الشباب ويؤذونهم ويتسلطون عليهم، وملفات وتهديدات وتحذيرات، وإما أن تكون معهم أو ضدهم، وإما أن توافق قولهم وإلا يحذرون منك، ويجب أن تحذر من فلان وفلان من السلفيين. ما هذه الفوضى، وما هذه الألاعيب؟ ولكن والله فعلا وحقا هؤلاء رجيع الجماعات ومخلفاتهم. هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل، يعني بنسبة كبيرة منهم، فإن لم يكونوا كلهم،
هم رديع الجماعات ومخلفاتهم، فلا زالت في أنفسهم ولا زال يجري في دمهم القيادة والتسلط على الناس وتكوين جماعة وتكوين أشياء سرية وكذا وكذا. لا نعرف بفضل الله عز وجل منهم طالب علم سلفي يعرف السلفية يقع منهم، إلا من كان يطلب الرياسة. وأيضا هذا قد يكون له معارف أو يكون له سوابق، بل حتى ما بعض التكفيريين والجهاديين كأسامة بن لادن أو غيره. هذا هو الصحيح، هذا هو الحق، هذا هو الواقع للأسف الشديد. فبارك الله فيكم، نحن نقول بأننا سلفيون، ومعنى قول الواحد منا بأنه سلفي أي أنه يتمسك بما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وأما أن يكون سلفي وهو في الحقيقة متعصب ويغلو في فلان وفلان، هذا عليه أن يراجع صدق قوله في كونه سلفيا، فإن أفعاله تخالف هذا القول. السلفي السني هو الذي لا يضطرب ولا يتغير إذا ذكرت الأهواء. إذا حذرت من المجالس السرية انتفض، إذا حذرت من عدم التدخل في شؤون الدول أو شؤون ولاة الأمر هنا انتفض، إذا قلت له العالم ليس بحاكم انتفض، إذا قلت له العالم يصيب ويخطئ انتفض. روح 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 روح، اذهب وراجع سلفيته، ارجع وتعلم المنهج السلفي، فإنك قد تكون لا تزال مأربيا أو حلبيا أو حداديا أو إخوانيا وأنت لا تدري. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.